تعمل كده ليه؟ ده دم الوليه؟ انت مجنون؟ انت مشيت في الشارع كده يا علي؟ ايوه مشيت كده. وده دمها ودمه. دمه؟ انت قتلت حد تاني غير الوليه؟ ما ترد عليا. لما سالت عليها البواب قال لي انها مراته. مرات مين؟ معاك طبنجة؟ معايا طبنجة. حاتم انت عملت ايه في شغلانتي امبارح؟ خلصت؟ خلصت وبكده اكون خلصت اللي عليا ومبقاش ليا حد. علي انت رافع كمية؟ لازم تاخد دش وترتاح. ارتاح علي، غير هدومك وارتاح. عايز الأراج تفتون مراتي، الست الوحيدة اللي حبيتها في حياتي. كل ما كنت بلف وشي ما اشوفش غيرهم. عينيا لو دمعت هغزاهم، بس انا صعبان عليا نفسي. اوعى تفكر في اللي بره، اللي بره واسع وكل سالك فيه، لكن هنا دايما. وانت يا ابن الناس مش ناقص خنقه اكتر من اللي انت فيها وزاد. عارف يا انسي، لما قتلت الراجل ده حسيت اني استريحت، حسيت اني خدت بطاري. عايز اقتل الناس كلها. انا بس اخليكي كل ما هتبصي في المرايه you
على الترابيزة راست علي هو اللي قتل راست علي علي سويت أنا تسويت أنا تسويت وخلاص علي علي قتل راست قتل قتل وخلاص وانا تسويت انا تسويت بعدين بقى دي رابع نسخه من العقد وبرضه وزاره الاسكان عاوزه تعديلات. طب وبعدين يا استاذ عبد الحميد اللي بيحصل ده مش شغل، لازم مدام داليا تتدخل في التعديلات دي. يا سعد ما هي مدام داليا قافله تليفونها ومختار ما بيردش عليا، انا مش عارف اعمل ايه. العقود دي كان المفروض تتمضي من يومين وشيكات المرتبات متعطله. طيب يا استاذ عبد الحميد وبعدين؟ مش عارف مش عارف. الله يرحمك يا مراد، ربنا يستر يا سعد، ربنا يستر. ارجع 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 زينا كمان ارجع ماشي ارجع انت ورا في الحته اللي ورا دي، مش عايز حد عينيكوا صاحيه. ها ايه الاخبار؟ سعاده الباشا كله تمام يا باشا، عملت زي ما صحتك امرت. اتنين في ظهر الفيلا من ورا غير التلاته اللي موجودين هنا في الجنينه، في واحد هنا برضه في الطرف الرابع غير التلاته اللي ورا في ظهر الفيلا. كويس جدا. هم دول كل الناس اللي معاك؟ اه يا باشا هم دول اللي انا جبتهم. طب معلش هتطلب من عاطف بيه يبعت لنا ناس تاني علشان عايز أأمن كل الشبابيك اللي في الدور الأرضي اللي هنا دي. تحت أمرك يا باشا. ممكن كمان نزود كاميرات هنا عشان تبقى شايف الدنيا أكتر، ونجيب واحد هنا عند الشباك ده وواحد عند الشباك التاني. فكرة الكاميرات مش وحشة. متشكر.
تحت امرك. كلنا عاطف بيه. حاضر يا باشا، تحت امرك. باشا. ها؟ هو في خطر على حياة مدام داليا؟ لا، احنا بس شفنا حد في الجنينة افتكرنا انه ممكن يبقى حرامي، فقلنا نأمن نفسنا. ماشي يا باشا. تحت امرك يا باشا. ماشي. ارجع يا ابني أمن السور يا ابني، ارجع عينك مفتحة. صباح الخير. صباح النور يا مختار. ها؟ نمتي كويس؟ لا ما عرفتش انام طبعا. برضو؟ حد ينام في ظروف زي دي؟ معلش. انا تعبت معايا قوي امبارح يا مختار. ولا تعب ولا حاجة. بس انا لازم امشي بقى دلوقتي علشان الحق اروح البيت استحمى واغير هدومي وانزل على الشركة وارجع لك هنا تاني. انت خليكي هنا وما تتحركيش. لو حصل أي حاجة تكلميني في التليفون على طول. يا عم انت بتفتشني ليه وانا داخل ايه؟ الصوت ده؟ مش هقعد. رايحة فين؟ خش جوه انت. لازم اقابل الست بس هينفع. خش جوه. احمد. ايوه بس. تعالى نشوف ده مين. تعالى بس جاي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي، في مصيبة، لازم أقابل الست. مش هينفع تقابل المدام، المدام نايمة ولازم أكلمهم عشان يبلغوها. قول لها طب عطوة بتاع بولا. إيه في إيه؟ يا باشا عايز أقابل الست ومش عايزين يدخلوني. أنت مين وعايز إيه؟ يا باشا في مصيبة، أختها في المستشفى بين الحياة والموت، ولازم تشوفها. وإنما مدام، قولي قولي العسلية إن أنا عايز أقابل. إيه ده؟ عسلية؟ عسلية؟ عسليه عايز اقول لك حاجه. عسليه سيبوني اكلم عسليه اقول لها حاجه. طيب في ايه يا عطوة؟ علي علي قتل راشد وشوه وش في تون وهرب. انت جبت الكلام ده منين وهي فين؟ هي في المستشفى. مختار عايز اروح لها. مش هتروح في حته دلوقتي خالص. لازم نفهم ايه اللي حصل بالظبط. يا باشا لازم تشوفها. تعال تعال. حاضر يا باشا. قلت لي انت مين؟ انا عطوة الحلاق من بولاق، جاره من زمان. وايه اللي حصل؟ هي وشها اتشوه ولازم تيجي تشوفيها، لازم تيجي تشوفيها. انت عرفت منين الكلام ده؟ هم اصل هي قالت كده والام انا ما قبضوا عليها على السلم وقعدت تقول ده كده وهي كانت متشوهه وعماله تتكلم في الكلام ده. حاضر يا باشا. نفهم بس. اتفضل. حاضر يا باشا. يا فندم دلوقتي عندها صدمه عصبيه، عموما ناديتها منوم قوي، لازم بس نستنى شويه على ما تهدى وتنسى اللي حصل لها. طب هي ما قالتش اي حاجه جديده؟ لا خالص، كل اللي على لسانها ان اللي عمل كده واحد اسمه علي، الراجل ده تقريبا كده جوزها. ماشي يا دكتور، شكرا. يلا يا ابني خليك انت. الراجل اللي انتوا بعتوه عشان يقتلني طلع معرفة قديمة. أنا مش فاهمة بتقولي ايه. الراجل اللي دفعتوا له فلوس كتير عشان يخلص عليا مش طلع تعرفه وما قتلنيش. مدام داليا أنا مش فاهمة بتتكلمي على ايه خالص. أنا جايلك بالرسالة النهاردة من هاني وسامح. عارفة انكوا عملتوا لي جميلة مش هنساها لكم عمري. أنا النهاردة خلصت من أكتر واحد بكرهه في حياتي اسمه راشد. أنا مش فاهمة تتكلمي على إيه. مش مهم مش مهم تفهمي. أنا جاي النهاردة أعرض عليكي 100 مليون جنيه كاش تحطهم لك في حسابك في البنك ونسيب لك الفيلا دي كلها فوق. 100 مليون حلوين بتوع إيه دول؟ مقابل الشركة. تصدقي ان انا فعلا كنت عايزه تنزلكوا عن الشركه بعد ما مراد مات. بس لما افتكرت اللي كان بيقولهولي على ولاده جاحدين عليه في خيره وما كانوش بيسالوا عليه وكان زعلان منهم قوي. اما انتي ده كان بيقول فيكي شاعر، شاعر في انانيتك وشرك. وانت مكاني بقى هتتصرفي ازاي؟ ارجع الحق لاصحابه. طب
بص ما أقولك، أنا جاي عليا وقت كنت متصاحبة على حرباية، حرباية من اللي بتلونوا دول. عارفة علمتني إيه؟ سأليني إيه؟ إيه؟ علمتني إزاي أتعامل مع الأشكال اللي زيك. اطلعي برا. استني، من بكرة المحامي بتاعي هيطالب بحق في الميراث. أنا لسه خارجة من عندها حالة، كل حاجة باظت. عرفت إن إحنا أجرنا حد عشان يقتلها. طلعت تعرفه؟ معرفش. بقولك معرفش، وقالت هتاخد كل ميراثها كمان عشان اللي إحنا عملناه. لا 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 لا، إنساني، أم أوت، أنا ماليش دعوة بالموضوع ده. أنتوا الاتنين قاعدين برا وسايبيني أنا في وش المدفع. وبعدين في الأول وفي الآخر مش هاخد حاجة من أخويا الله يرحمه. ومش عايزة أدخل في مشاكل أنا مش قدها، أوكي؟ يلا باي. إيهاب، أنت مش متخيل أنا زعجت قد إيه من اللي حصل لفتوم. الحقيقة أنا ما عرفتش التفاصيل. أنا كل اللي عرفته إن راشد اتقتل وإن هي اتصابت جامد. بنت اتكلمت. أنا بنفسي بعت حد يسأل عليها. ياه، هل الدرجة دي حضرتك مهتم بالبنت اللي اسمها فتون دي؟ عجباني قوي يا إيهاب. كانت عجباني قوي. وبصراحة بقى انبسطت قوي لما وشها بس هو اللي باظ. بس جسمها زي ما هو. ما تزوقيني يا ماما. هوامي يا ماما. رايحة فين؟ ملكش دعوة. رايحة فين؟ اهدي يا ماما. اهدي بس. هوامي يا ماما. قولي لي عايزة اهدي. اهدي عشان نطمن على الجروح اللي في وشك. اهدي. داريسي هياخدني بالسلامة يا ماما. اهدي بقى، اهدي بقى. مش قادرة. ازيك دلوقتي يا فتون؟ سامعني كويس؟ زي الفل، سامعاك وكله تمام. هو عادل جوزك اللي عمل فيكي كده؟ انا جوزي ما اسموش عادل، انا جوزي اسمه روي. اجدع فتوة فيكي يا بني علي روي. امال عادل فكري اللي اتقتل ده يقرب لك ايه؟ قلت ما اسموش عادل، يبقى جوز اختي عسلية. بس هي بقى سابته وهربت. مين اللي قتل عادل يا فتون؟ اسمه راشد. راشد الباشا بقى ضرب له بطاقة. اصل هو قتل الونش لما علي جوزي دخل السجن. بس انا هصالحه. اصل علي ده، علي ده حبيبي. أنا هو بنحب بعض طول العمر. أو النعمة لا هو يقدر يستغنى عني ولا أنا أقدر أستغنى عنه أبدا. اهدي اهدي، أعتقد إنها مش عارفة هي بتقول إيه أصلا. هو حضرتك مين؟ أنت تعرفيها؟ أعرفها، كانت بتشتغل عندي خدامة.
حاجة غريبة قوي حسيتها أول ما شفتها يا مختار. أول حاجة جت في دماغي إنه ربنا انتقمني منها. أكتر حاجة رعبتني إن أنا كنت مبسوطة إن أنا شايفها بالمنظر ده. بس في نفس الوقت كان قلبي بيوجعني على أختي الكبيرة. وما كنتش عايزة أشوفها بالمنظر ده. تعرف إن أنا وفتون كنا شبه بعض. بس دلوقتي خلاص. معلش. الدنيا دي اللي احنا عايشين فيها دي صعبة. ناس كتير زي أختك مش عارفين ويغلطوا كل غلطة والتانية يحاسبوا عليها ويتعوروا. مش قصدي على اللي حصل في وشها طبعا، قصدي على روحها اللي اتحرقت. فتون ما اختارتش اللي حصل لها زي بالظبط. متهيالي ان احنا اتولدنا في الدنيا دي عشان ننفذ اللي مكتوب لنا وبس، وكأنه في خط اترسم لنا على الأرض عشان نمشي عليه ونوصل وخلاص ويحصل. هو في خط مرسوم لنا على الأرض ولازم نمشي عليه، بس كل واحد فينا بيوصل ميدان ولازم يختار، وعشان كده كل واحد فينا بيتحاسب. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا استاذ عبد الحميد؟ لو ما كنتش جيت النهارده كنت هجيلك لحد البيت. في عقود مهمه جدا لشركه الاسانسيرات ومصنع رخام لازم تمضيهم. معلش يا استاذ عبد الحميد، انا الفتره دي تعبانه ومش مركزه في الشغل، عندي شويه مشاكل. لو في اي قرارات في الشركه مختار هو اللي هيمضي، هو المسؤول من هنا ورايح عن الشركه لغايه ما اخلص المشاكل اللي عندي. تعالى يا استاذ عبد الحميد. على اذنك يا دكتور. انا عايز اجتماع اللجنه الهندسيه يكون النهارده لو سمحت، وكل التفاصيل والملفات بتاعت المناقصه بتاعت البنك الجديد. حاضر يا استاذ مختار. انا رحت لاشرف في الحسابات اللي في جاهز الورقه. هبعتهولك مع صاحبي. شكرا. صباح الخير يا استاذ مختار. صباح النور. وحشتني. النهارده اجتماع اللجنه الهندسيه، عايز خطه التسويق تكون كامله. بقول لك وحشتني، ممكن اعرف ما تسالش عليا ليه؟ معلش اصلي مشغول شويه اليومين دول. الو. الو، ازيك؟ الحمد لله. انا بكلمك عشان اقول لك ان انا قاعد قدام احلى بورتريه رسمته. بورتريه ليا انا؟ ايوه طبعا، امال هيكون ليا. بجد؟ مش كده يا حبيبي؟ برافو يا روح قلب ماما. طب يا مختار، انا كنت عايزه اقول لك انه عبد الحميد كلمني وكان طالب مني ملفات الضرايب، فلو ينفع يعني. هو انت قابل حرامي؟ يا ايه الصوت اللي جنبك ده؟ اه انا هاخد يعني هاخد. داليا انت سامعاني؟ ونعم راك. هو انا امك يا حسين؟ يا نهار اسود يا عسليه الحيني يا اختي. ثانيه واحده يا مختار، ثانيه واحده. في البيت سيبها لو سمحت. مالك يا حبيبتي؟ النبي انا عايزه اروح اقابل جوزي، عايزه اروح بولاد. طب معلش يا مختار، انا مضطره اقفل دلوقتي. ماشي، مع السلامه. لا مؤاخذه، ممكن تديني العبايه السمراء القديمه بتاعتك وطرحتها؟ ما انت اسم الله ما بقيتيش محتاجاها. انا بس عايزاها عشان اروح بيها بولاد.
بدل الزفت اللي انا لابساه. طب اقعدي يا حبيبتي، هنقعد مع بعض انا وانتي وشاهين ونتعشى وبعدين هاخدك على بولاق. انا عايزه اروح اشوف علي، عايزه اروح بولاق اشوف جوزي. عارفه لو صوتي تاني قدام شاهين انا هسجنك في اوضتك ومش هطلعك منها تاني، فاهمه يا فردوس؟ فردوس! ايوه يا دمدلي، خير في ايه؟ خدي شاهين جوه. طيب يلا يلا تعالى نطلع اوضتنا. يلا تعالى. معلش يا حبيبتي ما تزعليش مني، بس انا مش عايزه شاهين يخاف منك. ولا انا عايزه يخاف مني يا اختي، والله والله العظيم انا بحبه قوي، بس انا بقى ما بحبش علي او النعمه، ما بحبوش ولا الزفت راجل بحب، ما بحبهمش انا. بصي يا اختي، بصي شوفي وشي، انا مش عايزاه، مش عايزاه يا عسلية والله. انا عايزه اجيب وش تاني. اه يا اختي والنعمه، انا معايا فلوس اساسا، انا مسافه السكه، انا مش هتاخر عليكي خالص. انا عايزه اروح اشتري وش وارجع على طول. تعيطيش يا حبيبتي. انتي مش عايزاني اشتري وش. ايوه انتي مش بتحبيني، انتي مش اختي ولا نيله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. تعملي فيا كده؟ ماشي عسليه، حاضر. انا اسفه يا فطور اني عرفت عليه على مكان. صباح الخير. صباح النور. في حاجة؟ أنا عايزة أتكلم معاك شوية. اتفضلي. مختار، أنا كنت عارفة قبل ما أي حاجة تحصل بيني وبينك إن أنت إنسان لعبي وبتاع ستات ومقضيها يمين وشمال، بس ما كنتش متخيلة أبداً إن اللي بينا ينتهي بالسرعة دي. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ آه ممكن. مختار، أنا كل يوم بحاول أقنع نفسي إن إحنا صحاب، لكن ما قدرتش. ممكن لو سمحتي ما نتكلمش في الموضوع ده. ليه يا مختار؟ عشان انا مش عايز ازعلك. ليه؟ هو انت ما كنتش مبسوط وانت معايا؟ كل حاجه، انا حتى مش عارفه كان ايه كل حاجه بينا. انا كل اللي انا عارفاه ان انا كنت مبسوط، للأسف كنت مبسوطة وأنا معاك. أنا عملت معاك حاجات عمري ما عملتها مع حد تاني. اسمعني، أنا عمري ما تأخرت برا بيتي وشربت وثقت فيه. مروة، اللي حصل ما بيننا ده شيء عادي جدا بيحصل في كل وقت على طول. لا أنا مش كول قوي كده زيكم يا مروة. إحنا اتنين أعجبنا ببعض زي ناس كتير، قربوا من بعض، انبسطوا شوية وخلاص كل حاجة بيروح لحاله، والله أعلم جايز بيتقابلوا تاني بعدين. ايه بدري يعني بتحسب؟ أنا ما صدقتش لما قالوا لي إن
مالي عينك؟ فتحي. انت ما بتحرمش؟ انت رسمتني كم مرة؟ لغاية دلوقتي؟ 11. حلو، عجباني، أحلى مني. مش حقيقي، الأصل أحلى. وبعدين معاك؟ إحنا مش اتفقنا؟ اتفقنا على إيه؟ إني هقعد أحب فيكي كده عمال على بطال لغاية لما تغيري رأيك. مختار، إحنا بجد لازم نتكلم في الموضوع ده. أنا بتكلم بجد. أنا عارفة أنت بتفكر في إيه وحاسة بيك، بس عشان خاطري يا مختار ما تخلينيش أحس بالذنب ناحيتك. خلاص بسيطة، ما تحسيش بذنب. ما أنت بتعمل كده على فكرة داليا. أي واحد بيحب واحدة بيبقى نفسه يوري لها قد إيه هي مهمة وقد إيه هي على باله، علشان يمكن في يوم تحسي بيه. ايه اللي انت بتعمليه ده؟ يا ست فطار عقلي، الواد كده هيموت في ايدك. غوري يا وليه بره. شاهين ملوش ده. غوري لغزك بالسكينه. ايه اللي انت بتعمليه ده كده؟ الواد هيفطس في ايدك. ارحميني. غوري يا وليه. حرقي سويت. ما تخافش، استرجل ياض وانشف كده. امك هي اللي واطيه، عايزه تحبسني في البيت ده، عايزه تقعد تتفرج عليا وانا متشوهه. لكن انا هقتلها، هقتلها، فاهم؟ الو، انا فردوس مالك. ايه ابني؟ مين ابني؟ داليا، داليا. وإذا كان على خروجك من هنا ده طلب بسيط.
بجد؟ أنا هخرجك من هنا. إزاي؟ أنا اللي بدفع لكل الحراسة اللي هنا. هقول لهم سيبوها تقعد بس كده. سهلة جدا. يلا. يلا عشان تلبسي أحلى فستان عندك هخرجك خروجة تنسي الدنيا بعدها. يلا سيب السكينة دي. مش هرحمك على اللي عملتيه. سامعة؟ مش هرحمك يا فتون. ماشي يلا يلا عشان تغيري عشان نخرجك. انا هغير وارجع لك على طول. انا مستنيك. مشيها من البيت. انا اسفه ان انا سبتك معاها. خلاص بقى الواد مرعوب كفايه. كانت عايزه تقتله يا مختار. كانت عايزه تذبح ابني. ما اظنش كانت هتعمل كده. عامة ربنا ستر وهي ادتني الولد كل شيء. هيا سعد. لا مفيش حاجه الحمد لله، موقف سخيف وعدى. لا ما اظنش داليا هانم هتيجي الشركه النهارده. هكلمك انا، هجيلك انا. يلا سلام. اتقلق، انا عايزه اقعد مع ابني، مش هنزل الشركه النهارده. ماشي، لو مش عايزه تروحي بكره كمان ما تروحيش بكره. يا ريت استلم كل حاجه واختار في الشركه الفتره دي لغايه ما اعصابي تهدى شويه. حاضر، بس الموضوع الحمد لله عدى على خير اهو، مش محتاجه بقى اعصاب. لا محتاج. بقول لك انت عايزه تقتل ابني، دي مجنونه. ماشي معلش يا مختار، انا اسفه، عايزه اقعد مع ابني لوحدي. حاضر، لو احتاجتي حاجه كلميني. متشكر قوي يا مختار. شركة اسمها الاتحاد، وهي شركة كبيرة جدا في الخليج، وبتشتغل في المركزات الغذائية زي المربات والعصاير وحاجات تانية كتيرة زي دي. الشركة دي بقى لها 3 سنين في السوق، وفي الفترة القليلة دي قدرت تعمل سمعة هايلة ليها. هم عاوزين يبنوا مصنع في مصر هنا وطالبين تحديد ميعاد معانا، فياريت حضرتك تبلغ مدام داليا وتشوف الميعاد اللي يناسبها. حاضر، بعد 4 أيام يوم الاثنين مثلا، بس داليا مش هتكون موجودة. احنا هنقعد معاهم وهنشوف شروطهم ايه ونتفق على النقط الرئيسية الأول، وبعد كده نبقى نقول لها. بكرة يا فندم لجنة الاستلام هتنزل الكومباوند عشان محضر استلام التشطيبات لازم يتمدي. ما أنا عارف، هما يخلصوا بس التقرير والإجراءات تمشي عادي. سلام. أيوة. أنت فين يعني دلوقتي؟ طيب زي ما اتفقنا هجيلك. سلام. انا لازم امشي. طيب انا عارف ان مدام داليا قدامها شويه على ما تركز مع الشركه، ولازم كلنا نرتب نفسنا على كده، بس على الاقل يكون فيهم واحد علشان التوقعات. ويا ريت يا ريت يا مختار يكون اليوم ده ثابت ومعروف للكل. حاضر. سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمر يا استاذ. استاذ في ايه؟
بكلمك. طب يا عم ماشي. عمر انا عايز نقابل صاحبة البيت. اقول لها مين؟ قول لها محروس. محروس؟ محروس اسكندراني. طب اطلع بره كده يا احمد. والله اطلع بس بره كده. هنتحرك من هنا غير لما نشوفها. طب اطلع بره. ماشي. اتفضل. طلعنا. اتفضل. ماشي. ماشي. صباح الخير يا فردوس. في واحد اسمه محروس الاسكندراني عايز يقابل المدام. شاهين عايز ايه؟ يعني مدام داليا، في حد واقف بره عايز يقابل حضرتك، بيقول اسمه محروس. ما قالكيش محروس ايه؟ بيقول اسمه محروس الاسكندراني. قولي لان انا ما اعرفش حد بالاسم ده. حاضر. لا استني، ما ينفعش يمشي. طب اقول لان ايه يا مدام داليا؟ طب اقول لهم ايه؟ طيب يا مدام، طب قولي لي، طيب في ايه؟ خير؟ هاتي لي جزمتي وشنطتي. حاضر. ثواني. وفلوس. طبعا. اهرب اهرب تاني. طب في ايه؟ طيب طمنيني، طيب في ايه؟ أهرب لي. أنا ده اللي أهرب لي. أنا بأمان هنا، أنا تمام. خد بالك على جوه. حاضر. عليك كويس قوي. حاضر حاضر. أيوة دل. أيوة مختار. إيه في إيه؟ إيه؟ الحقني، أنا في مصيبة. إيه؟ فاهميني بس، إيه اللي حصل؟ محروس برا. يبي واقف قدام الباب لغاية لما جيت. بسرعة مختار والنبي. فور باشا، افتح يا ابني الباب. مش هيعرفني صح؟ مش هيعرفك. هو جاي هنا ليه؟ هيبلغ البوليس؟ ما حتى لو حصل احنا ما عندناش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل، احنا ما يهمناش. صح؟ صح. خلاص قابله انت. قابله انت. قابله انا بصفتي ايه؟ اعرض عليه فلوس كتير، اديله اي حاجه عايزها. مشيه. ما ينفعش اقابله. اقابله بصفتي ايه؟ انا ممكن اقابله لو انت هتبقي قاعده في المقابله. ما تعرضيش عليه فلوس كتير عشان ما يطمعش فينا، وهتتعاملي على انك داليا نور مش الست اللي هو اتجوزها. انسي عسليه دي تماما. انا داليا نور، انا مش زينب، انا مش عسليه. استر يا رب. عايزه مخدرات، دماغي تتفرتك. مفيش حاجه، مفيش حاجه. مش كفايه الاكل الصايص اللي بتجيبهولي؟ علي ما بيحبش الاكل اللي مسبك. انا هطبخ لك، هطبخ لك كل الاكل يا اخويا اللي بتحبه. انما راشد انا مش هطبخ لك حاجه ابدا.
انا هجوعك، هخليك تجوع وتموت. انت يا عسليه، يا خدامه، يا واطيه، يا ولاد الكلب، افتحوا يا ولاد الكلب، عايزه اخرج، عايزه اخرج. استنى بره. انت مين وجاي هنا عايز ايه؟ ليه عملت فيا كده؟ ليه يا زينب؟ ممكن تشرح لي انت عايز داليا هانم في ايه بالظبط؟ ساكت ليه يا جدع انت؟ ما تتكلم وتخلصنا. انا ما اذيتكيش في حاجه، بالعكس انا حبيتك، امنتلك على حياتي وعلى فلوسي. عملت فيا كده ليه يا زينب؟ واضح ان في لبس في الموضوع. من فضلك ما تتكلمش دلوقتي خالص. أنا قعدت كتير أقلبها في دماغي، ما لقيتلكيش عذر واحد. تكدبي عليا يا زينب وتخليني أتجوزك وأنت على ذمة راجل تاني، وبعدها تروحي تتجوزي واحد تالت؟ إيه الفجر ده؟ لازم اهرب. كوثر هددتني انه هي كانت هتفضحني. كوثر قتلتيني ليه؟ والله ما كان قصدي اسرقك. انا ساعتها كنت تايهه، ما كنتش عارفه اتصرف، واخدت الشنطه فاكره ان انا هامن نفسي عشان ما نمش تاني في الشارع زي ايام ما جيت لكم. ولما دخلت القطر وفتحت الشنطه ولقيت ان اللي فيها كان كل اللي حيلتك، ذهبك وفلوسك. زعلت قوي من نفسي، انا ما كنتش عايزه اسرقك والله. منك لله بعد اللي عملتيه فيا ما بقتش اثق في حد، بقت كل الناس في نظري غشاشين وحراميه وكدابين بسببك. خلاص نتكلم عن المكشوف. الذهب والفلوس اللي خدتهم منك داليا كانوا كام؟ داليا ساعتها كان اسمها زينب. كام؟ هو انت بتسألني ليه يا استاذ؟ انت تديهم لي 2 مليون جنيه. محروس أنا عايزة أعوضك على اللي خدته منك 5 أضعاف. أنت في يوم من الأيام كنت البني آدم الوحيد اللي عامل لي معاملة حلوة. أنت جننت ولا إيه؟ أوعى أوعى أنت. سيبه يا مختار، سيبه. أنا هبلغ عنك البوليس. بلغ البوليس. يلا هات البوليس دلوقتي. الهانم محكوم عليها ب10 سنين في القضية بتاعتي، سرقة وتزوير ونصب. هات البوليس. انت غبي. الست دي اسمها داليا نور، سيدة اعمال كبيرة في البلد، محدش هيصدقك.
تليفون واحد هتتحبس، ولا تحقيق ولا قضية ولا نيلة. اعقل وفكر قبل ما تتهور، انت ليك حقك وهتاخده. 2 مليون؟ 10 مليون يا محروس. انا عارفه ان انا غلطت في حقك، وان مفيش حاجه اقدر اعملها عشان اعوضك على اللي انت خسرته. انا متاكده انك بني ادم طيب، وفي يوم من الايام كنت بتحبني زي ما انت بتقول، بس ما تخلينيش اذيك تاني يا محروس. هتمضي وصولات امانه بضعف المبلغ عشان نضمن ان انت مش هتتغلب على كده. افتحوا يلا للكلب، عايز اخرج عايز اخرج. ايه الصريخ ده؟ انتوا بتعذبوا الناس هنا ولا ايه؟ افتحوا يلا للكلب. قلت ايه؟ عايز اخرج. أنا الألم والوجع اللي شفته ما يقعدنيش عنه ملايين الدنيا، بس أنا موافق. مش عايز أشوف وشك تاني في حياتي. ربنا ينتقم منك. هفضل أدعي عليك ليل ونهار يا زينب. ربنا ينتقم منك عشان أنا ما عملتلكيش حاجة. ربنا ينتقم منك يا زينب. كده خلاص محروس ده مش هنشوفه تاني. بس برضه يا مختار انت ما قررتوش على اللي قاله على مكاني. ممكن يكون شافك في اي حته يعني، ممكن يكون في مجله، في خبر على النت. تركزيش. أو ممكن يكونوا بيراقبوني وعلى أساس ده بيعرفوا أنا فين. لا مظنش، بلاش الأوهام. أوهام يا مختار؟ أنت مش شايف اللي بيحصل؟ ما شايف، وشايف إنك يعني. ده ليه هالك، في واحد عايز يقابل حضرتك بره. اتفضل. مين؟ طارق شاهين، جوزها وأبو ابنها. دي واحدة هخليك تاكل. طارق شاهين، جوزها وأبو ابنها. دي واحدة وخليك تقلق. أنا ههرب ههرب، هاخد ابني وهرب من البلد. مفيش الكلام ده. كلم الأمنية يمسكوه، وأنا هخرج من الباب اللي ورا. مش هيحصل. لا هيحصل. هات الولد فردوس. تعالى يا حبيبي. سيبينا محدش هياخدك مني. سامع؟ مشينا من هنا يا مختار. ابوس رجلك تمشينا من هنا. اعرض عليه فلوس. فلوس ايه؟ ده غني ومش محتاج. مش هيرضى. ممكن تسمعيني؟ طارق لو سمحتي. انت هتنفذي اللي انا بقول لك عليه. انت ما بتفهمش. بقول لك هياخد مني ابني، يمكن يقتلني كمان. اسمعي اللي بقول لك عليه لو سمحتي. انت هتخبي شاهين دلوقتي كانه مش موجود في الفيلا لغايه لما اخرج اتفاهم معاه واشوف عايز ايه. وانت امسكي نفسك شويه كده، يمكن احتاج لك تخرجي تقابليه. قابل مين؟ طارق؟ ايوه امسكي نفسك. محدش هياخدك مني. محدش هياخدك مني. مفيش ضمان. أنا قلت لك قبل كده إن ابني بره أي اتفاق. إحنا اتفقنا إن أنت مش هتقول لها إن أنا بلغك على مكانك. أقول لك إيه؟ أنا متأكد إن اللي أنت بتعمله ده ورا حاجة وسخة. شكلها ضحك عليك أنت كمان. إيه؟ بتحبها؟ لازم تبقى عارف إن البني آدمة دي شطانة. طيب إيه؟ أي حاجة هتقولها أنا عارفها. مفيش لزوم من الكلام ده.
احنا عملنا اتفاق، انت هتاخد الولد قصاد ان داليا ما تتأذيش، بس لازم يبقى في ضمان. ضمان كلمتي، مش من مصلحتي ان امي تخش السجن. يا فردوس تعالي شوفي البيه اشرب ايه. دكتور قمر، ها حضرتك تحب تشرب ايه؟ انتي بتشوفي شاهين ابني؟ شاهين؟ اه طبعا بشوفه. هو بقى بيتكلم مش كده؟ بيتكلم بس كلمات قليله شويه. هو حضرتك بابا؟ طب انت ما كنتش بتيجي تشوفه ليه؟ ولا انت كنت مسافر؟ يا اللي هنا يا مختار، يا مختار انا مختار. اتفقتوا على ايه؟ اطمني، وافق انه ما يبلغش عنك. هو وعدني بكده. والتمن يا مختار؟ لا، عشان خاطري لا يا مختار، ابني لا. انت وعدتني انك تقدر تمنعه. عارف، بس ما عرفتش. هو رفض. لا يا مختار، حرام عليك. شاهين لا يا مختار، خليني اهرب. اهرب اه. اهرب تاني؟ انتوا اللي بتعملوا فيا كده. سفرنا اي بلد بره مصر، انا وابني. هتعيشي طول عمرك هربانه يا داليا. دي فرصتك، ما تهربيش تاني. إذا كان على شاهين، أبوه منفعل دلوقتي وراكبه من شيطان وعايزين ينتقم منك. بس بعد فترة أوعدك إن أنا هتكلم معاه وأوصل معاه لاتفاق إنك تشوفيه تاني. لا، هسافر بابني في أي حتة أستخبى فيها. أنا عندي فلوس وهعمل كده. ده مش حل، صدقيني. اسمعي اللي أنا بقولك عليه. أنت وعدتني يا مختار. يا مختار! يلا داليا. لا يلا داليا. مختار لا. يلا لا ابني لا. معلش، هتشوفي تاني. روحي. يلا بني ادم. انت كان لازم تتدبحي على اللي انت عملتيه. شاهين، انا نفذت اللي احنا اتفقنا عليه. انا مش هبلغ عنها، بس بشرط ما تقربش من ابني تاني. تعالى يا روح ماما، تعالى تعالى يا ابني، حرام عليكم. اقسم بالله العظيم لو فكرتي بس تقربي من ابني تاني. مفيش داعي للتهديد، احنا اكيد هنتكلم وهنتقابل تاني. شاهين تعالى يا روح ماما، حرام عليك يا طارق. الولد عايز، حرام عليك. اوعي، حرام عليك يا مختار. سيبني انا ابن امه مات. لا حرام عليك، ما تقولش كده. سيبني سيبني سيبني، حرام عليك، حرام عليك يا شاهين. شاهين حرام عليك، حرام عليك. عايز سيبني شاهين. أنا طارق شاهين باباك.
يلا نروح لجدو. يلا مش هينفع كده يا مختار، المشاريع اللي واقفه دي ومرتبات الناس المتاخره. الست عندها مشكله كبيره، وبيوت الناس المفتوحه من الشركه دي برضه هيحصل فيها مشكله كبيره. واحنا ايه في سوبر ماركت؟ دي شركه، شركه يا مختار، شركه فيها موظفين وعمال في الشارع واتفاقات وشروط جزائيه. ما خلاص يا عم عبد الحميد، كان لازم ده كله يحصل. يعني ايه لازم ده كله يحصل؟ وليه لازم؟ عشان نلاقي حل. طيب خلاص، يبقى تيجي معايا نروح لها البيت النهارده. نروح لها البيت ده ايه؟ بقول لك الست عندها مشكله كبيره، ابنها اتاخد منها، ما بتردش عليها في التليفون. ايوه يعني نعمل ايه يا مختار؟ نقفل الشركه ونروح؟ اكيد مش هنقفل الشركه، انا هتصرف، هكلمك بالليل هقول لك هنعمل ايه بالظبط. اتفضل. بتشوفه. برضه نزلتي الميه بهدومك يا فتوح؟ طب والله العظيم لو قول لمدام داريا على اللي انت بتعمليه عشان انا تعبت. والنبي يا اختي انا بحب الميه قوي، بس اوعي تقولي لمدام ما اسمهاش داليا، اسمها عسليه. اوعي تقولي لها لحسن تحبسني في الاوضه تاني. وبعدين انجري يا بت، روحي جيبي لي الوزه العوامه الوزه، وهاتي شاهين يلعب معايا. وزه ايه اللي انت عايزاه؟ وبعدين شاهين مش موجود. يا سلام يا اختي، انتوا مخبينه عني عشان ما يلعبش معايا. لا يا ستي اطلعي انت بس وانا هحكي لك اللي انت ما تعرفوش. طب يلا اطلعي. هتقولي لي ايه؟ اطلعي يا مجنونه. والنبي اطلعي. استني يا اختي. هاتي ايدك. على ما عزك تكنيله خيبانه. انت اللي قويه، اطلعي. ها هتحكي لي عن ايه بقى؟ قول. هحكي لك عن اللي حصل ما بين مدام داليا وابو شاهين. اه مش ابو شاهين ده يبقى راشد ولا حد تاني؟ اصل الرجاله كتير قوي يا اختي. لا ما يصحش كده يا فتون، عيب الكلام اللي انت بتقوليه. لا يا اختي صح، ما يصحش ده. ايه؟ طب تعالي. انت عارفه انهم دايما يقولوا عليا انا القويه المفتريه اللي مكسره الدنيا. انا ما عملتش ربع اللي عملته عسليه والنعمة الشريفة. ده أنا لو قعدت حكيت لك، خدي خدي قول، لو قعدت حكيت لك مش هخلص كلام. تعالي وأنا أقول لك كل الحاجات. أنا كنت مع عبد الحميد في الشركة، روحت غيرت وجيت، في ورق كتير لازم يتملي. أنا عايزة ابني يا مختار. بصي بقى، أنا عارف إن أنتي قوية وشاطرة واستحملتي مصايب كتير في حياتك، وكل مرة بتعدي منها بأقل خسائر. متهيألك أنا اللي قوية ولا حاجة، أنا أضعف بني آدم أنت ممكن تشوفها. اللي أنت فيه ده هيعدي، أنا هساعدك، هنعدي سوا. عسلية. أول مرة تقولي عسلية. خلاص، اللي فات ده كله هننساه. تعالي نبدأ حياة جديدة، أنا وإنتي، نتجوز ونجيب عيال والعيال دي تكبر. فين يا مختار؟ قلت لك مش هينفع، أنا خايفة أخسرك. أنا كل ما كنت بتجوز الجوازة ما كانتش بتكمل. أنا بقالي كتير بتخانق مع الدنيا، حاسة إني خلاص خلصت، ما عنديش حاجة اديها لك. كفاية بقى، ما زهقتيش، بطلي تزقيني بعيد عنك. هو أنا طالب إيه؟ أنا طالب حاجة جميلة جدا، عايز أبقى جنبك، عايز كل يوم أصحى ألاقي وشي قدامي بينور لي يومي، وأمشي أقول لكل الناس قد إيه أنا بحبك.
صدقيني يا اختي والنعم يا ستي والله مصدقاكي. والكعبه الشريفه ما عملت حاجه، انا زي الفل اهو ما عملتش اي حاجه. هي ميه كده ليه؟ زي ما انت شايفه كده نطت في البول بهدومها، ما لحقتش حتى اجيبها. على اوضتك. عايزه اسالك سؤال بس والنبي. ادخلي على اوضتك يا فتون. انتوا هتتجوزوا امتى؟ يوه. طب انا عايزه اسالك سؤال. اسالي. تعالى بس، البت عسليه دي اتجوزت على راشد ثلاثه وجايبه عيل كمان. انا عارف. عارف؟ يا نهار اسود. تعالي قتل راشد وجوزني عشان شك فيا بس. هي بتعمل فيكوا ايه؟ اوعي تخليها تسمعك بتقول كده، مش هيحصل لك. طيب اسكتي. انا سكت اهو. دخلي الحمام. يلا بس انا هخش الحمام لوحدي. خش يا اختي. انا يا اختي بحب اطرطش. يلا 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 انا عايز. يلا انا عايزك بقى تقومي تنقي. عايز ايه بقى؟ عايزك تقومي تنقي حاجه حلوه تلبسيها. اعمل بيها ايه دي؟ هوديكي مشوار مفاجاه. ولا اقول لك ما تغيريش، انا هنقي لك طقم على مزاجي. والله انت فاضي. نقوم نشوف اللي في الحمام دي. يلا يا حبيبتي اخرجي كده كفايه. انا بحب الميه سيبيني. عارفه انك بتحبي الميه. كفايه عليكي كده. وحشتي يا بولاب. عسلية تغنيلي ساعات ساعات. قدر حبيبتي تغنيلي ساعات ساعات ساعات. أحب عمري عشان عشان. ايه رايك من غير ما تهرجي؟ علشان انا اللي باني نفسي. والله ولا ليا نفسي اهرج. مختار انت وعدتني. وعدتك بايه؟ انك تقنع طارق انه يخليني اشوف ابني شاهين. بس يا داليا انا دلوقتي مركز في حاجه تانية خالص. انت داخله معايا البيت لاول مره، عايزك تنسي بقى كل حاجه وتركزي في الكام ساعه اللي جايين دول، لان هم مهمين جدا. أعتقد هيكونوا مهمين جدا بالنسبة لي. مهمين ليه؟ مش فاهم، مش معنى. سيبيلي نفسك بس خلاص كده
وهتفهمي كل حاجة في وقتها. اتفضلي. حلو بيتك، غريب. ميرسي. أنا اللي عامل شغل. مش رسمة بس يعني. أمال إيه؟ كل حاجة. للأتليه. يا دي ناس عريانة. أعمل إيه بقى؟ كنت بحب أعمل كده. مش باين عليك يعني إنه يطلع منك كل ده. تشربي حاجة؟ حاجة صفت. أنت ما ردتش على سؤالي. أنا ابتديت أحبك إمتى، صح؟ بصي، أنت ابتديتي تصعبي عليا بعد ما مراد خبطت بالعربية ومثلتي علينا إن أنت مش فاكرة حاجة. قطعتي قلبي ساعتها، صح؟ بعد كده ابتديت أرسمك ومن ساعتها أنا مش قادر أبطل. تعرف ان انا كنت واخدة بالي انك حطيتني في دماغك من زمان؟ وإذا كان شيء يبسطك ساعتها ولا كنت متضايقة؟ مش مسألة يبسطني، كنت واخدة بالي وخلاص. مختار، انت شايفني ست وحشة، صح؟ اكيد. لا، انت اخر حاجة ممكن تتقال عليك انك وحشة. أنا مش بهرج، أنا بتكلم بجد. وأنا بتكلم بجد. سألي سؤال زي ده ليه؟ يعني إن أنا ماليش غالي، بغدر، بخون، يمكن أذيت ناس بس ما كانش قصدي أذيهم. كنت دايما بحاول أهرب من الظروف وبس، كنت بنجي نفسي يعني. أكيد ما كانش قصدي أعمل كل ده، عشان كده أنا بقولك أنت واخد عني فكرة وحشة. خلينا في الأفكار الحلوة. أنت هتشرب بدري؟ هنشرب. أنا لأ، قلت لك عايزة سوفت درينك. طيب ماشي. ثانية واحدة. أنت بتعمله ده؟ ممكن مناديل؟ ماشي. استني هنا هنا، جيب ده.
مختار أنا أسفة. أسفة عشان مش هينفع نتجوز. أنت تعرف كل حاجة عني. ده أنا كل ورقي مكشوف قدامك. بس ده مش معناه إن أنا مش عايزاك قريب مني. دي مش أنانية مني على فكرة. أنا مش عايزة أخسرك. يا مختار إحنا لو اتجوزنا مش هتعرف تثق فيا. أنا نفسي نفضل صحاب. أنا لما كنت بحكي لك كل الحاجات دي عني عشان كنت بعتبرك حد قريب مني قوي. والصحاب لما بيعرفوا عن بعض الحاجات دي بتعدي، يعني بيسامحوا بعض، ويمكن اقول لك حاجات اكتر وانت صاحبي. بس وانت جوزي هتفضل دايما فاكر ان انا ممكن في يوم من الايام اسيبك واهرب. عمرك ما هتثق فيا. مش انت اللي كنت بتقولي دايما ان انا هقف جنبك واساعدك؟ طب مش انت اللي كنت بتقولي معاكي فلوس اهربي عشان تحس بالامان؟ أنا فضلت هنا عشان الأمان ده كنت حاساه وأنا جنبك. صدقني يا مختار المشكلة مش فيك، المشكلة أصلا مفيش مشكلة. أنا كل اللي أنا عايزاه إن أنا أحس إن أنا اللي عايزة أقول لأ وأنا اللي عايزة أقول آه. خلينا زي ما إحنا يا مختار، صحاب. ما تقول حاجة. أنا جمعتكم النهاردة عشان أبلغكم إن شركة مراد الجرح هترجع زي الأول، والشركة هتمشي زي الساعة. طبعا كان مختار وعدني انه هيوقف معي ويساندني في الموضوع ده، بس من الواضح انه مش كفاية. عشان كده انا محتاجة تعاونكم كلكم عشان الموضوع ده يحصل. واللي مش موافق على كلامي ده يقدر يعتذر من دلوقتي. عن اذنكم. سعد. اي فندم. عايزة اعرف كل كبيرة وصغيرة حصلت في الشركة وانا مش موجودة. اكيد حاضر. استاذ عبد الحميد. فندم. عايزة اطلع على كل عقود العملاء. حاضر. أنا سامح. زي ما اتفقنا أنا جاي لك دلوقتي. سلام. وانت طلبت تقابلنا تاني يا مختار علشان تقول نفس الكلام؟ مش رفضت تاخد 25% من اسهم الشركه وعشت لي فيها في دور البطل الشريف وسبتنا ومشيت؟ طلبت تقابلنا تاني ليه يا مختار؟
تقدروا تقولوا يا جماعه ان انا فكرت في الموضوع واكتشفت ان انا مش بالرخص ده. انا ممكن اعمل لكم اللي انتوا عايزينه بس ده هيكلفكم 50% من اسهم الشركه. 50%؟ مش شايف انها نسبه كبيره شويه؟ لا استنى هاني، وهترجع لنا الشركه ليه بقى يا استاذ مختار؟ هي الهانم بعتك ولا ايه؟ انت برضو تعرف عني كده يا سماح. احنا هنروح للمحامي بتاعي هنمضي عقود الشراكه والتنازل، بعدها نص الشركه هيبقى بتاعه. شركه ايه اللي نتنازل لك عنها؟ الشركه مش بتاعتنا اصلا. ما هو لو انتوا عملتوا اللي انا بقوله واتفقنا نص شركه ابوك هترجع لكم تاني. قلنا ايه؟ احنا عملنا انجاز مهم النهارده، معلش انا تعبتكم معايا. بالعكس انا سعيد جدا بالانجاز اللي عملناه النهارده، والحقيقه وجود حضرتك في الشركه والحماسه اللي انت راجع بيها دي، ده مؤثر فينا كلنا. لا ان شاء الله مش هتعدي سنه الا والشركه دي هترجع على رجلها زي الاول ان شاء الله. طب يا فندم، بالنسبه لمؤتمر دبي اللي حضرتك هتحضريه، كان مطلوب 2 يحضروا من مجلس الاداره، مستر مختار، التاني مين؟ لا مختار مش هيبقى موجود معانا، هو استاذ عبد الحميد مع اي مهندس من اللجنه الاستشاريه. خلاص اوكي تمام يا فندم. ميرسي قوي يا جماعه، تقدروا تتفضلوا. شكرا. كنت فين يا أستاذ؟ بشتغل في الشركة من الصبح لوحدي وسايب الميتنج من أوله. عموما أنا أنجزت كتير من غيرك النهاردة. برافو. مالك؟ هو إيه اللي مالي؟ وبعدين معاك يا مختار، بص أنا عارفة إنك متضايق مني، وعارفة كمان إن أنا ممكن أكون عملت حاجة وجعك. خلاص بقى، ما عادش في لزوم للكلام ده خالص. لا ليه لازمة يا مختار، أنت لازم تسمعني. أنا خلاص مش عايزة أمثل تاني ولا عايزة أضحك على حد. أنا لما كنت بعمل كده زمان ده من كتر خوفي، كل ما كنت بخاف كنت بهرب، كنت بدور على حتة استخبى فيها، ولما كنت بلاقي الأمان كنت بقعد وردة. حتى هنا يا مختار أنا كنت عايزة أمشي وأنت اللي قعدتني. فاكر كم مرة أنا كنت عايزة أرجع الشركة دي لولاد مراد وأنت تقولي لأ، الشركة دي من حقك، الفلوس دي فلوسك. وانا فكرت في كلامك وفعلا لقيت عندك حق، انا كده تمام، انا داليا نور، شركة وفلوس كل ده بتاعي وانا راضية. حلو كده، بس في حاجة مهمة قوي لسه ناقصاني، يمكن دي اهم حاجة. اني ارجع ابني. انت استحالة تتخيلي انا عملت ايه عشان تحسي بيا. يا مختار الحب مش عافية. انا مش عايزة اضحك عليك، ده انا اول مرة احس ان انا عارفة اخد قرار. ده بدل ما تفرح لي انت زعلان. انا مش عايزة اكذب على حد ولا عايزة اكذب عليك، بس انت كل حاجة في حياتي كذب. مين داليا نور؟ داليا نور دي ملهاش اي وجود، احنا اللي عملناها الفناها زي اي حدوتة، ليها بداية وليها نهاية. انت فكرتني بحد مرة قال لي زمان إن الدنيا دي مليانة حكايات، الحكايات تشرح القلب وحكايات تحزن، وأنا بقى حظي ما جاش غير على الحاجات اللي تحزن. بس أنا مختار دلوقتي داليا نور،
دلوقتي ممكن يبقى عندي حكاية حلوة. أنا عايزة أفضل داليا. ما ينفعش تفضلي داليا. أنت عسلية. هي دي الحقيقة. أنا يمكن أكون وسخ. بس أنا مش كداب. وعشان كده لازم أقول لك أنا عملت إيه. أنا اللي جبت معروس البيت، وأنا اللي بعدته عنك، وأنا اللي كلمت طارق وعرفته مكانك، وأنا اللي بعدته عنك. أنا عملت كده يمكن عشان كنت متخيل إن لما بعد الناس دي عنك هتعرفي قد ايه انا بحبك. حب ايه يا مختار؟ ايوه انا كان لازم اعمل كده. كان لازم الحق يرجع لاصحابه. وانا عملت لك ايه؟ أذيتك في إيه يا مختار؟ ليه تعمل فيا كده؟ الشركة دي أنا مش عايزاها، وأنت اللي كنت بتقولي لأ. أنت فاكرة هيفرق معايا الكلام ده؟ ده أنا جاي عليا أيام كنت بنام في الشارع. أنت فاكر كده إنك بتنتقم مني؟ أنا أكتر حاجة وجعاني إن أنا صدقتك. مختار ما تسيبنيش. أنت وسخ يا مختار. ما تسيبنيش. انت وسخ يا مختار، وسخ. انت كل حاجة وسخة في الدنيا.